جال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم على المسؤولين اللبنانيين معلنا من بعبدة عن اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت منتصف هذا العام. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الصحفية تيريز الأسيس صعب. يعطيك العافية تيريز. مساء الخير سلمين. ماذا أيضا في المعلومات عن هذا الاجتماع التشاوري الذي تحدث عنه أبو الغيط؟ إذن كما تحدثت، أعلن الأمين العام عن اجتماع تشاوري سيعقد في بيروت، ولكن بحسب المعلومات ما زال هذا الاجتماع هو مجرد فكرة، لم يتم بعد تحديد جدول الأعمال ولا المواضيع التي سيتم بحثها. وعلمت الـ FBI أن الأمين العام وعد الجانب اللبناني والمسؤولين بإجراء اتصالات مع الأطراف العربية وتحديدا مع الدول المشاركة في هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان هؤلاء هذه الدول ستشارك على مستوى وزراء خارجية أو على مستوى مندوبين، إضافة إلى معرفة ما إذا كان لدى هؤلاء الدول رغبة في المجيء إلى بيروت للمشاركة في هكذا اجتماع. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من وراء طرح أبو الغيط هو إعادة الدور اللبناني، إعطاء زخم بعد الأحداث التي مرت على لبنان، إن من ناحية تفجير مرفأ بيروت والمشاكل السياسية والاقتصادية، إعادة الدور اللبناني إعطائه زخما جديدا، خصوصا وأن لبنان اليوم يترأس الدورة 157 للجامعة العربية. أما فيما خص على السريع معلومات حول المبادرة الكويتية، فأشارت المعلومات إلى أن أبو الغيط أكد للمسؤولين أن ليس هناك أي شيء جديد حولها، وأن الاتصالات مستمرة، وعندما يكون هناك من حلول أو من رد خليجي سيكون لبنان على موعد مع زيارة ثانية لأبو الغيط. يعني هو اجتماع تضامني تشاوري، والأهم من هي الدول التي ستشارك؟ أبدا، بعد الموضوع بعد فكرة، وأبو الغيط سيجري اتصالات ليشوف من سيشارك من لا يريد المشاركة، حتى أن مستوى التمثيل ليس معروفا، هل وزراء خارجية، هل وزراء داخلية، هل مندوبين للجامعة، بعد مش الصورة الواضحة. الصحفية النية بإجراء اجتماع في بيروت. الصحفية تيريز الأسيس صعب، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات.